أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسافر إلى مدينة أوفالدي في تكساس الأحد المقبل للقاء أفراد المجتمع والعائلات في أعقاب إطلاق نار في مدرسة خلف 21 قتيلاً بينهم 19 طفلاً. وقال البيت الأبيض في بيان أن السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن سترافق الرئيس الأمريكي خلال هذه الزيارة، حيث سيعربان عن تعازيهما لأهالي ضحايا حادث إطلاق النار المروع.